خيط الشمع مدفون ما بكت الشموع من احترق بالنار نزلت الدموع. استاذ حامد الغرباوي مساء الورد نورتني. الناس مو اغلبها تركز على اسم الشاعر. انت نقدر نقول الشاعر الاول من طلع الاغنيه العراقيه خليجيا. انا وكاظم السعدي يعني اشتغلنا كثير مطربين خلاجي وعرب. اشهر اغاني لي قبل لا تسافر ب 2002 عليكم كذب القاني مرتاح الفنان حاتم العراقي، كانت الاجور 25,000 بس حاتم العراقي يعطي 50,000. وعندك عمل مهم مع الكبير الاستاذ وليد الشامي. حسين الجسمي عجبته يا غداره، وليد قال لي حسين الجسمي يريد موال عليه، فوليد نسى انه هو طلب مني موال للاغنيه، لحنه هذا اللحن الهيوه. شو كنت تكتب لكاظم الساهر اغنيه؟ كل شاعر يطمح يكتب لكاظم الساهر، عظمنها على الدنيا رد اسولف، عظمنها ترى الفلوس هنن عظمنها اذا الزمها لاخذ عظمنها واسحلها سحل مثل البيت.